وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من لندن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد أبو العينين. مساء الخير سيد محمد. إذا إيران شهدت حملة أمريكية غير مسبوقة تستهدف كبح جماح سياستها السلبية في المنطقة، واليوم هي تلجأ بأسلوب ابتزازي إلى المدافع الوحيد عن الاتفاق الذي هو الاتحاد الأوروبي، كيف تقرؤون هذا الأسلوب الاستفزازي من قبل المرشد الإيراني؟ في تقديري أنها محاولة من جانب الإيرانيين لإظهار ما يمكن أن نقول عنه يعني الاتحاد الإيراني لأن تتحدى الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هي صيغة ربما تأتي من المرشد أو ما يطلق عليه المرشد الروحي في إيران، على أساس أنها يعني دائما ما تأتي التصريحات الأكثر تشددا من هذا الجانب، في حين أن الجانب السياسي المتعلق بالرئيس الإيراني وبوزير الخارجية تكون تصريحاتهم أخف حدة، وتصريحاتهم تكون دائما فيها مساحة لفتح الأبواب وللتفاوض. أعتقد أيضا أنها محاولة لاستغلال حالة التصاعد المستمرة في الخلاف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الشركاء الأوروبيين، وتعذر التوصل إلى اتفاق. تصريحات وزير الخارجية الألماني بالأمس عندما أنهى حواره مع وزير الخارجية الأمريكي وقال فيه أن المسافة بعيدة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين الاتحاد الأوروبي، أعتقد أن هذه التصريحات يمكن أن تقرأها في هذا السياق فيما يتعلق بمحاولة التشدد من الجانب الروحي، وعلى الجانب الآخر هناك ليونة ما من الجانب السياسي. نعم، في إطار هذه الشروط التعجيزية، ما هي السيناريوهات المطروحة أمام الاتحاد الأوروبي للرد عليها، وما هي أيضا إمكانية التفاوض على اتفاق أشمال كما ذكرت قبل قليل؟ أعتقد أنه الاتفاق الأشمل الذي يمكن التوصل إليه ربما يكون به صيغة ما من يعني محاولة إدراك بعض التنازلات من جانب الإيرانيين، ربما يسعى هذا من خلال الأبواب المغلقة أو الأبواب الخلفية الاتحاد الأوروبي. ولكن على الجانب الآخر اجعلنا نؤكد أن الموقف الأوروبي في غاية الدقة وفي غاية الحرج، نظرا لأن المصالح الاقتصادية الكبيرة التي تربط ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الاتحاد الأوروبي تحول إلى حد ما من أن تتمادى أوروبا في تحديها للولايات المتحدة الأمريكية. ولكن على الجانب الآخر أعتقد أنه بدأت تظهر على السطح في الآونة الأخيرة أزمة كبرى، أن ما يمارسه السيد دونالد ترامب يمثل تحديا مباشرا للإرادة الأوروبية، ويجعل من القيادة الأوروبية ربما محل شك كبير، وهذا ما هو محل ربما إثارة لعديد من المشكلات ربما في أوروبا بأكملها، ليس فقط فيما يتعلق بالاتفاق الإيراني وربما يمتد إلى عدد آخر من الملفات كالملفات التجارية، ولكن بطبيعة الحال كلها تتشابك في تصعيد الموقف. نعم، من لندن الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ محمد أبو العينين، شكرا جزيلا لك.